السلام عليكم. بداية صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي، زيد النبي صلى. النهاردة إن شاء الله احنا بنزرع خس الكابوتشا في المواسير. الشباب هنا بسم الله ما شاء الله، احنا بنزرع الخس الكابوتشا في المواسير. عبد السلام، صباح الفل. صباح المرة. عبد السلام تجارة على فكرة، خريج تجارة ومعانا في الفريق إن شاء الله. قاعد الخاص كابوتشا بيزرعوا الشباب أحمد عبد الرؤوف. تعرف نفسك يا أحمد؟ ماشي يا دكتور. أحمد عبد الرؤوف في كلية زراعة في الفرقة التانية. الفرقة التانية، يعني هو بادئ في الترم في الفرقة التانية. وأحمد بطل رياضي على فكرة. بتلعب إيه يا أحمد؟ أنا بلعب رفع أثقال. رفع أثقال، برافو عليك يا أحمد، برافو عليك. معانا إبراهيم. إبراهيم، عرف نفسك. ابراهيم. ابراهيم احمد. سنه كام ابراهيم؟ فرقه ثانيه. الفرقه الثانيه كلها جامعه طنطا. اللي زراعه جامعه طنطا، تمام. ماشي يا حماد. البنات طبعا بيبقى عندهم تحفظ شويه انهم يظهروا في الصوره. مش عارف رباب تظهري ولا لا؟ طيب هتعرفي نفسك؟ عرفي نفسك. رباب كليه فرقه ثالثه، كليه زراعه جامعه طنطا. كليه زراعه جامعه طنطا. هنروح بقى نشوف الشباب والبنات. ها تظهري في الصوره ولا لا؟ ها عادي مش فارقه. طيب يلا. طالبه برضو سنه كام انت؟ رابعه. سنه رابعه. ماشي يا رباب. معانا الباشمهندس احمد كفر الشيخ، ده بقى مهندس كبير بقى في البنك، بنك الائتمان الزراعي. في بنك الائتمان الزراعي ومهتم بزراعه القصفه قوي. محمد امجد، محمد امجد اهوت مربي دقنه ارهابي. حماده حبيبي، ده الشتلات الخاصه اهيت اللي هنزرعها النهارده. هم بيزرعوا. اي مهندسه عاوزه تعرف نفسها؟ اوكي، مش عاوزه تظهر في الصوره. راح فين يا رباب؟ تعال تعال يا رباب. ها اللي عاوز يعرف ايده من البنات يرفع ايديه. ماشي هجيلك. ماشي، ده الداتش باكت اللي ان شاء الله هينزرع بقى فاكهه وخضار برضو. يلا انا جيت اهو. مين اللي هتعرف نفسها؟ ها يلا عرفي نفسك. يلا يلا. اسمك ايه؟ ابراهيم يسر قبيل، سنه رابعه جامعه طنطا. جامعه طنطا كليه الزراعه. مين تانية اللي عايز تعرف؟ انا شروق محمد العطار، الفرقه الرابعه كليه الزراعه جامعه طنطا. كليه الزراعه جامعه طنطا. مين تاني؟ اسماء عبد السلام الشراسي، الفرقه الثالثه كليه الزراعه جامعه طنطا. عايزة محمد نجار، الفرقة الرابعة في طنطا جامعة طنطا. ماشي. اسمها علي جوهر، اسمها جامعة طنطا. دي لما تحط هنا العيال مش برضه هجيبها. هم طبعا انا عاوز اوريكم حاجة. ده الخليط الزراعة عبارة عن بيتمس وبرلايت، وبنزرع الخس اهوت زي ما انتم شايفين كده. بقوا بصراحة اساتذة في الزراعة. هتعرفي نفسك؟ طب يلا يلا رباب تعرفي نفسك؟ هاجر قصدي، تعرفي نفسك؟ طب تعالي يلا. بعدين طبعا بنرطبها ميه ونحطها في الماسوره بعد كده. بصي بس قلب الخاصيه لازم يكون فوق، يعني تغطي التربه بس بتاع الشتله، لكن قلبها فوق عشان الخاصيه ما تموتش منه. بصي زي رباب ما عامله كده. بصي اهي شدها لفوق شويه. خلي الطينه بس، مش مشكله، غيريها غيريها. خلي الطينه بس، انا عاوز اوري دي للناس وهي بتزرع برضو. هاتي شتله كده، هاتولي شتله يا جماعه، هاتولي شتله. شتله طلعي لي شتله من الصينيه نشوفها. ايوه ايوه بالظبط كده. واحنا بنزرع بنخلي الجزء الاسود ده اللي هو المخروط ده هو اللي تحت التربه بس، لكن كل الخصايه من هنا تبقى فوق التربه. ايوه خلينا. تعالي بقى يلا اديها واحده. خد يا ابراهيم. عرفي نفسك بقى. انا عادل صلاح شاهين، كليه الزراعه جامعه طنطا، فرقة رابعة. فرقة رابعة. هتعملي ايه دلوقتي يا عبير؟ هناخد الشكلة بعد ما حطيناها هنا في الكاس بتاعها، في الكوباية اللي هي النيت كاب. ايوه كده بنرطبها مية. ماشي ماشي. التانية برضو. او بنعمل حاجة ان احنا نرطب التربة اللي احنا بنزرع بيها وخلاص. ماشي، لكن لو انا بزرع في تربه جافه كده لازم ابللها بالميه عشان اعمل عمود ميه من الكوبايه للماسوره بعد كده، والميه تطلع اوتوماتيك من الماسوره للكوبايه بعد كده. رباب
هاجر هاجر العشري الفرقة الثالثة كلية زراعة جامعة طنطا. ماشي ماشي هاجر. بنبل الكوباية. ها جميل. يلا كلكم روحوا بقى وانتوا بتزرعوا كده. يلا هاتي يا هاتي عبير معاك. هات واحدة هاتي واحدة من يلا تعالوا يلا. ها لسه شغال. انا بس رايح معاهم هم بيزرعوا. طلعنا الماسورة التانية اهوت. بص نجيبهم من هنا. برافو عليك عبد السلام احمد. تمام. خد منها يا احمد. احمد عبد الرؤوف بطلنا الرياضي بيحط اوض في الموازين. ها خص كابوتشي. Thank you.